السلام عليكم. اليوم نروحوا لمدينة قسنطينة ونشوفوا التحضيرات اللي راهي جارية حول ملعب قسنطينة، ملعب حملاوي، شهيد حملاوي، وكاين فيه عملية واسعة نتاع التهيئة نتاع المحيط نتاع الملعب، وكذلك تمتد إلى كل أرجاء مدينة قسنطينة، واللي راهي تعرف في النهاية الأخيرة يعني آخر الرتوشات قبل يعني الموعد. نخليكم تشوفوا بعض جوانب من هذا الأشغال تاع التهيئة اللي راهي صايرة حول ملعب حملاوي. والسلام عليكم.